محمد الشناوي حارس مرمى فريق النادي الأهلي أكد على قوة وصعوبة المباراة اللي هتحصل بين الفريقين، وخصوصا أنه يعني الفريق أو فريق سان داونز ضمن يعني منافسات دوري أبطال إفريقيا. قال كمان أن الشناوي خلال المؤتمر الصحفي: مباراة سان داونز حضرنا لها كويس جدا، وخصوصا أننا بنواجه نفس المنافس القوي اللي بنواجهه دايما في نفس البطولة خلال السنين اللي فاتت، وكل فريق عارف قوة التاني كويس جدا، وده اللي هيزود صعوبة المباراة. وفي مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، فاز فريق الهلال السوداني على فريق القطن الكاميروني بنتيجة 2-1 في المباراة اللي أقيمت بينهم امبارح ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا. البرتغالي فيريرا المدير الفني لفريق نادي الزمالك أكد على أهمية مباراة الترجي التونسي اللي هتتلعب النهاردة في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: الزمالك فريق كبير، وهنلعب كل المباريات في كل المنافسات من أجل الفوز، لأن تصنيف الفريق في المجموعة مش في أفضل حال. مجموعة الزمالك أصبحت مشتعلة، وده بعد ما حقق فريق المريخ السوداني فوز صعب على فريق شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 1-0، وده خلال المباراة اللي جمعت الفرقتين على استاد شهداء بنينة في ليبيا ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2022-2023. بخصوص مباريات ريال مدريد الإسباني وأتلتيكو مدريد اللي هتتلعب النهاردة، أكد أنشيلوتي المدير الفني لفريق الريال أن فريقه وفريق أتلتيكو مدريد بينافسوا بعض بقوة وبحماس كبير. وقال كمان أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: نحن بخير وفي ديناميكية جيدة، النهاردة يوم مميز، وأتلتيكو هيقاتل ويحاول الفوز مثلنا تماما، وستكون مباراة جميلة مثل مباراة الكأس. بخصوص مباراة ليفربول وكريستال بالاس في منافسات الدوري الإنجليزي، أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ريدز أنه شاهد مباراة فريقه ضد ريال مدريد واللي خسرها بنتيجة 5-2 بدوري أبطال أوروبا علشان يتعلم ويستفيد من الدروس، وأكد أن فريقه قفل صفحة مباراة ريال مدريد ومركز كويس جدا على مباراة كريستال بالاس. اتعادل فريق ويفرهامبتون مع فريق فولهام بنتيجة 1-1 في المباراة اللي اتلعبت ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري. مشاهدينا، خلصت نشرتنا الرياضية، ونعود مرة تانية لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر مع جمانة وشاذلي.